عندما وصلت لسن 30 اكتشفت الأسترالية كيت غرينفيل شيء غريب للغاية، فما أن تضع عطراً على جسمها حتى تشعر بالصداع، ثم تطور الأمر إلى التأثر بعطور الآخرين، وسرعان ما خرج الأمر عن السيطرة حينما طلبت مرة من سائق تاكسي أن يتخلص من جهاز المعطر في سيارته. بعد ذلك أصبحت كيت تحكم غلق أبواب غرفة الفندق بالشريط اللاصق حتى لا تنفذ إلى حجرتها روائح المعطرات في الممرات. حاولت كيت معرفة لماذا تصاب بهذه الآلام، فأليس غريباً أن تتحول كماليات كالعطور اللي من المفترض أن تضفي جمالاً على حياتنا إلى مصدر للإزعاج والألم؟ نعرف ونرى ناس فقدوا أسماعهم وأبصارهم، صح؟ لكن هل تعرفون أن هناك ناس يفقدون حاسة الشم أيضاً؟ في الحقيقة هذه الحاسة ضرورية جداً، لأنها تنبهنا إلى الخطر عند حدوث مثلاً تسرب للغاز أو حريق لا قدر الله، كما تمنعنا من تناول الأطعمة الفاسدة. ولكن هل تعرفون أن حاسة الشم تعد أيضاً وسيلة للتواصل؟ تتم عملية الشم عند البشر من خلال منطقتين في أعلى الممرات الأنفية، تضم حوالي 5 إلى 6 ملايين خلية من المستقبلات الشمية، بينما الكلب مثلاً لديه 220 مليون من هذه الخلايا. ورغم أن حاسة الشم لدينا ليست بقوة أغلب الحيوانات، إلا أننا قادرون على التمييز بين أكثر من 10,000 جزيء رائحة أو odor molecule. والأنف البشري مش فقط مسؤول عن الشم، ولكن التذوق أيضاً، فبراعم التذوق على ألسنتنا تستطيع تمييز 4 اختلافات فقط: الحلو، الحامض، المالح، والمر، بينما كل النكهات الأخرى يتم تمييزها من خلال المستقبلات الشمية في الممرات الأنفية. عند تمييز رائحة ما، تقوم الخلايا العصبية الشمية اللي تسمى olfactory neurons في الجزء العلوي من الأنف بتوليد نبضات تمر إلى المخ عبر العصب الشمي اللي يسمونه olfactory nerve. وأول جزء يصله في الدماغ يدعى البصيلة الشمية olfactory bulb، حيث تعالج الإشارة ثم تنقل المعلومات إلى الجهاز الحوفي في الدماغ اللي يسمى limbic system. 1 من كل 300 شخص عنده استجابة قوية للروائح، مثل كيت اللي ذكرناها في أول الحلقة. هالحالة تعرف باسم الحساسية الكيميائية المتعددة، وهي حالة مثيرة للجدل عند الأطباء، لأن ما في نمط يربط الأعراض بشم الروائح كما يقول ياسبر البيرلينغ من مستشفى جنتوفتي في الدنمارك. فهناك من يسبب له العطر مشكلة في الحلق أو صداع، وهناك من يسبب له حكة في العينين وأحياناً إرهاق. لما تشوف إعلان تجاري تكتشف بأنهم يحاولون يقنعونك بأن الأشياء ما تكون نظيفة إلا إذا كانت رائحتها جيدة، صح ولا لا؟ وبالتالي لم تعد منتجات العناية الشخصية هي اللي فقط معطرة، بل حتى المناديل ومسحيق الغسيل ومنتجات التنظيف والمواد المطهرة والمعقمة وغيرها، لدرجة أصبحنا نادراً ما نشم رائحة الهواء النقي. في عام 2010 أجبر أمر قضائي مدينة ديترويت الأمريكية بجعل أماكن العمل فيها خالية من الروائح، يعني صارت fragrance free، ودفع غرامة قدرها $100,000 لصالح موظفة في المدينة اسمها سوزان ماك برايد تعاني من حساسية تجاه المواد الكيميائية في المنتجات المعطرة. ورغم أن هذه السياسة لا تروق لجميع الناس، إلا أنها تقلل من نسبة المواد الكيميائية المنبعثة في الجو. صناعة العطور تعتبر تجارة عالمية كبيرة، وقوانينها لا تلزم المصنعين بالكشف عن مكوناتها، وحتى لو كشفوها فالمستهلك ما راح يقدر يقيم سلامتها بالنسبة له. المشكلة أن المواد الكيميائية الموجودة في العطور تتفاعل بسهولة مع الأوزون في الجو، مكونة مواد جديدة تؤثر على الهواء في الأماكن المغلقة. وبعض تلك التفاعلات تنتج مادة فورمالدهايد اللي لما نتعرض لها بشدة تسبب تهيج في العين وممرات التنفس. لكن في شخص اسمه ريتشارد كوسي في جامعة تكساس يقول إننا حتى الآن لا نستطيع أن نحدد
مدى تأثير هذه المواد على صحتنا. وجد علماء البيولوجيا في بعض التجارب أن المستقبلات الشمية ومستقبلات المذاق موجودة مش فقط في أنوفنا وألسنتنا، ولكنها في بعض أعضاء جسم الأخرى. تعرفون وين؟ وجدوا مستقبلات للرائحة في الكلى، ومستقبلات للرائحة والمذاق في الأمعاء. تصوروا، العلماء ما يزالون يدرسون السبب من وجود هذه المستقبلات في خارج أعضائها الرئيسة. فهل هذا معناه بأن الجسم بكامله يشم؟ طبعاً لا، لكن المثير للاهتمام أن اكتشاف المستقبلات الشمية هذه في المثانة مثلاً يرتبط في الحالات اللي مصابة بسرطان المثانة، وبالتالي من الممكن في المستقبل أن يتم استخدام هذه النتيجة كأحد العوامل المساعدة على تشخيص السرطان. الشم هو إدراكنا للمواد الكيميائية الموجودة في الهواء، والتذوق هو إدراكنا للمواد الكيميائية الموجودة في الطعام. ورغم أن الحواس لها مستقبلات مختلفة، فإن الشم والتذوق مرتبطان بشكل وثيق. فالقدرة على تذوق النكهات معتمدة على حاسة الشم بنسبة ما بين 75 إلى 95%، ولذلك فإن فقد القدرة على الشم يؤدي لعدم استمتاعنا بالأطعمة والمشروبات، مما يؤدي إلى فقدان الشهية وبالتالي نقص التغذية وإصابة الإنسان بأمراض جسدية ونفسية كالاكتئاب. من اضطرابات الشم المعروفة هي الباروسميا، وهي حالة فقدان القدرة على إدراك طبيعة الرائحة، كأن شم الزهور وما لها رائحة، أو مثلاً نشم المانجو لكن ما فيه الرائحة اللي احنا معتادين عليها. وهناك اضطراب آخر اسمه فانتوسميا، ويحدث عندما نحس برائحة ليست موجودة في الأساس أبداً. طبعاً من أسباب اضطرابات الشم المؤقت الحساسية ويعني الزكام والاحتقان والتهاب الجيوب الأنفية والتدخين. أما الفقدان الدائم للقدرة على الشم قد يكون بسبب إصابات في الدماغ، أو ربما السكري أو الزهايمر، وأحياناً تكون نتيجة للتعرض للعلاج الكيماوي أو استنشاق مواد كيميائية. ابتكر باحثون من جامعة بريستل طريقة علاج جديدة يمكن أن تساعد مرضى إصابات الحبل الشوكي، تقوم على زرع الخلايا الحاملة للجينات الشمية المعدلة وراثياً لتجديد الأعصاب. وبالمناسبة فإن الخلايا الشمية قادرة على تجديد وإصلاح نفسها على مدار حياة الإنسان لكي تحافظ على حاسة الشم، مما يجعلها مثالية للتعديل الجيني لإطالة عمر الجزيئات. واكتشف العلماء نتيجة إيجابية بعد حقن فئران مصابة بخلايا شمية مأخوذة من الكلاب، حيث تجددت أعصابهم وتحسنت قدرتهم على الشم. هل تعتقدون أن الرائحة في أجسامنا ممكن تفضح عواطفنا أو حتى تؤثر على سلوكيات من حولنا؟ في تجربة قام بها فريق من جامعة تريستي بإيطاليا على طلاب كلية الأسنان في مايو 2018، وجدوا أنهم يشمون قلق مرضاهم مما يجعلهم عرضة للخطأ أو الأداء السيء. وقام فريق من الباحثين في الجامعة بالطلب من 24 شخص إحضار قمصان ارتدوها أثناء امتحان دراسي كانوا متوترين فيه، وقمصان ثاني ارتدوها في محاضرات هادئة. ثم ألبسوا مجموعة من المانيكنز أو المجسمات البشرية لعرض الأزياء، حطوا عليها هالقمصان وحطوها في غرف أطباء الأسنان. وجدوا أن المجموعة الثانية اللي كانت في غرفها قمصان المحاضرات الهادئة كان أدائها أفضل من الأولى، رغم عدم اختلاف رائحة القمصان. قد تكون هذه التجربة دليلاً على تأثير المواد الكيميائية المخبأة في رائحة أجسامنا. والجميل أن الباحثين نفذوها على أكثر من فئة
تقابل أشخاص قلقين بشكل يومي وهم أطباء الأسنان. وهناك تجارب كثيرة وجدت أن روائح الجسم للأشخاص اللي يمرون بمشاعر سلبية كالاشمئزاز والخوف والقلق تؤثر في تعاملنا معهم، رغم يعني أننا مش عارفين شو سالفتهم ولا حتى نقدر أن احنا ندرك أو نصف روائحهم. وتقول إحدى الأخصائيات: هذا رائع لأنه يساعدنا على فهم كيفية التواصل دون لغة. إذا كانت حاسة الشم قادرة على إثارة المشاعر، فهل يمكننا أن نحب من أول شمة؟ الإجابة تكمن في الفرمونات. الفرمونات هي جزء واحد فقط من مزيج الروائح المنبعثة من الحشرات والحيوانات والبشر، وقد لا تتمتع برائحة مميزة، لكن يظهر دورها بوضوح عند الحيوانات حيث تعتبر ناقلاً للإشارة الجنسية. فالفئران مثلاً تختار الشريك المناسب لها بناءً على إشارات الرائحة المنبعثة منه أو على فرموناته. واكتشف باحثون أن التعرض لرائحة الجسد يمكن أن يثير الاستجابات عند البشر الآخرين كانجذاب طفل رضيع إلى صدر أمه. وفي دراسة أجريت في عام 2011 في جامعة فلوريدا، وجدوا أن رائحة النساء عند التبويض يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال. حاسة الشم مرتبطة أيضاً بالذاكرة أكثر من أي حاسة أخرى. الأشخاص اللي حاسة الشم عندهم تعمل بشكل عالي يكونون قادرين على التفكير في روائح محددة لاسترجاع ذكريات معينة. مثلاً أول ما يدخل شهر سبتمبر، حد الناس يقول: يا أشم ريحة المدرسة، صح ولا لا؟ في واحد اسمه لاري لانويت، وهو الشخص فقد حاسة الشم مؤقتاً بعد العلاج الكيميائي، يقول أن كان يسترجع ذكريات رائحة فطائر الخوخ اللي كانت تصنعها جدته حتى يستطيع الاستمتاع بتناول الطعام مرة أخرى. في يوليو 2018 نجح علماء البيولوجيا العصبية في جامعة تورنتو في تحديد آلية تسمح للدماغ بإعادة إنتاج تجارب حسية من الذاكرة باستخدام الرائحة. تصوروا. يقول الدكتور عفيف عقرباوي الباحث في قسم الخلايا والأنظمة الحيوية بالجامعة، يقول أن هالنتائج اللي احنا وصلنا لها توضح كيف يتم الاعتماد على الذاكرة لإعادة صياغة الروائح اللي صادفناها في حياتنا. وأيضا من النتائج اللي توصل لها العلماء أن فقدان حاسة الشم قد يؤدي إلى فقدان مسار عاطفي مهم للذكريات، وهذا مؤشر على حدوث شيء أكثر خطورة. فقد تكون حاسة الشم المتناقصة علامة مبكرة على بداية مرض باركنسون أو ألزهايمر. تصوروا، لأن يحدث في كلتا الحالتين قبل عدة سنوات من تطور مشاكل ضعف القدرات الحركية. نحن نأخذ حاسة الشم بشكل مسلم به في حياتنا اليومية، ونعتقد بأننا نعتمد أكثر على عيوننا وأذاننا، لكن في الحقيقة أن الشم كان جزء مهم في عملية التطور وصراع البقاء. ورغم أن دوره في صراع البقاء أقل الآن طبعا، لكن من الصعب أن نتخيل حياتنا دون هذه الحاسة الجميلة اللي تبين لنا أنها مهمة أكثر مما نتصور.